من تراثنا الشعبي. جدي وجدك قالوا زمان للحواديت أشكال وألوان، وإحنا الليلة حنسمعكم حواديت عايشة في كل زمان، فيها حلاوة أهل بلدنا ورجولة وحب وطيبة، والحواديت تعشقها ولادنا لما بتحكي كل عجيبة، فيها حلاوة أهل بلدنا ورجولة وحب وطيبة، والحواديت تعشقها ولادنا لما بتحكي كل عجيبة، حواديت أجدادنا بتحلو وحنسمع ونعيش في الجو، حواديت أجدادنا بتحلو وحنسمع ونعيش في الجو، بس إن شاء الله اللي سمعنا ما تقولش عليها ملتوتة، بس إن شاء الله اللي سمعنا ما تقولش عليها ملتوتة، هادي معادي الحدوتة. حواديت شعبية. حواديت شعبية، التأليف والألحان أحمد عبد الفضيل، كلمات الأغاني عبد المنعم كاسب، الغناء عبد الرزاق إبراهيم، يرويها لكم أحمد أبو العنين، إخراج خالد منيب. كانوا يا مكان يا سعد يا إكرام، وما يحلى الحديث والكلام إلا بذكر المصطفى خير الأنام. كان زمان في سالف العصر والأوان، راجل ولا كل الرجال، في النوادر له حكايات تنقال. هو جحا، وجحا كان عنده ولد، وكان الولد صورة مسقوطة من أبوه، لكنه كان فيه عرق، ما تعرف له عرق هبالة ولا ده عرق استهبال. وكان جحا في كل مكان يورد عليه يقول ويشعر في الولد، تقولش يعني ده الولد حيكون في يوم أبو زيد الهلالي ولا عنطرة ولا فارس من الفرسان. في يوم لما داقت بيهم الأحوال، بص جحا حواليه يشوف من راح ينجده، ما لقاش قصاده غير معزة هفتانة عدمانة الصحة وهلكانة، رجليها خشب الورد أو عود حطب ناشف، وعليها رقبة ملوحة تقولش رقبة ضفدعة كحيانة من العصر الحجري، لا بتمأمأ ولا بتنقنق ولا كأنها في دنيا المعيز تنعد معزة من المعيز. بصلها جحا بصة وليها معنى، وشاور عليها وقال المعزة دي تنباع. يا ندمتي، هتبيع المعزة اللي حلتنا؟ أمال حناكل منين يا أم الغوص؟ ده بدل ما تتشملل وتهز طولك وتطلع تسعى على رزقك. لا كلام زيادة، مش عايز المعزة دي، معزتي ومحدش حينجدنا ويفك دقيقتنا غير انها تنباع. ودي يا اخويا حتجيب قد ايه في السوق؟ مش اقل من 15 دنانير. حوش يا حواش، دي نهار ما تجيب 10 دراهم تبقى بيعة وكسبانة. اصلك جهلة وما بتفهميش في المعيز يا راجل.
يا راجل ادفع الخبر ماجور وتلم ما تفضحناه. ام الغص لم لسانك السعادي والا والا ايه والا هتقمص وفوتلك الدار واروح مرجعش البلد اللي تودي. الله يسامحك لكن برضو حبيع المعزه وبتمنها نفك الازمه شهرين ثلاثه. ومين بقى اللي حيتشطر ويسحبها السوق عشان يبيعها؟ مفيش غير الشملول البهلول اللي ما جابت زي ولاده. مين ابنك؟ غصن ولدي اللي حزنني عليه، هو اللي بيفهم في البيع والشراء ومحد يقدر المعزه ولا يبيعها للي يقدرها غير ابني حبيبي ودراعي اليمين وعكازي اللي بتسند عليه. يا ولد يا غصن. نادى على الولد. جه الولد هيجري تقولش عنطر زمانه وجاي لب الندى، ولا ده جنكيز خان قائد جيوش المغول ماسك في ايده عصايه وعاملها قال يعني سيف، داخل معفر مجفر وخفته على قده. صرخ كما التنين اترعبت ام الغصن. جيت لك يا ابويا جحا، جيت لك وسيفي في يدي. اؤمر يا ابويا جحا، اؤمر يا ابويا وامرك مجاب. يحرسك المولى يا غصن يا اخره صبري روح. عايزك في مهمه ما يقومش بيها غير الرجال. عرفت يابا تختار. تفهم يا غصن يا ابني في البيع والشراء وفي النزال والحرب. اؤمر والغصن ينفذ. ازرغت يا ناس أزرغت ولم الناس عشان يقول أم الغصن من الهلا اتجننت. إيه رأيك فيا يا أما؟ أشوف فيك يوم أنت وأبوك. وإيه رأيك في السيف؟ اسم الله، ماسك عصاية غالية وعاملها لي سيف، إلا هتحس رقبة اللي في بالي عشان أرتاح. صبرك يا ولية يا ولية صبرك، لما رجال يتكلموا الحريم تسكت. سكت يا خويا، كلم المحروم. شوف يا غص، ما انت عارف يا ابا ان انا نظري على قدي. طيب اسمع يا فلذة كبدي. زعق زعق يا ابا عشان انا سامعك طشاش. يا اختي جت هنايبه اللي عايزه خلف. عايزك يا غصن يا حبيبي تنزل لحد السوق قوي 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 قوي، تاخد معاك المعزة وبيعها للتجار. ابيعها وبيع ابوها كمان، بس اوعى حد يضحك عليه، دي معزة متأسسة ومتربية على الغالي. ولا برضو حد يضحك عليا يابا، ده انا اللي ضحكت على الابلسة. هبيعها هبيعها وبيعها ما تحلمش بيها لا انت ولا امي ولا جدي الله يرحمه. يبشبش الطوبة اللي تحت دماغه ده، يا ما جعلي وقال لي روحي يا ظريفة روحي، الهي ما يربحي. اتكتم يا ولية. قول لي يا غص. ايوه يابا. تفتكر هتبيعها بكام؟ لا 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 لا، انت تسيبها على الله وعلى الغص وتحط في بطنك بطيخة صيفي، وثق وتأكد ان الغصن عنده مواهب مدفونة خصوصا في البيع والشراء. اربطاني بالحبل. ايوه ايوه، حط لي بقى الحبل في ايدي وادعي لي ادعي لي واتكل على الله. مشى المحروس وجاري وراه المعزه يتمخطر، قال يعني تقولش الولد غاندي. لمحوه على بعد اتنين وكانوا لصوص، لاقوها فرصه عشان على الغصن يتسلوا، ووقفوا سوا الاتنين على الغصن يتفقوا. وايه اللي ساحبها وراه دي يا كمون؟ انا عارف يا ابو دراع يا اخويا. الله، دي معزه مسلوعه وبينها طالعه لسه من القبر. ودي عاوز يبيعها بكام؟ انا سامعه بيقول اقل من 5 دنانير مش هبيع. وايه رايك في اللي يشتريها منه بدرهمين اتنين؟ يا راجل يا راجل حرام عليك، قول نسرقها معلش. ونسرقها ليه؟ ويقولوا علينا حرامية. امال احنا ايه؟ اقول لك شي. قول. تعالى نتسلى. هتعمل ايه؟ انت عليك تهوهو. نعم اخويا. تدارى ورا الواد الغصن وانا بكلمه. الدارى؟ واول ما شاور لك تهوهو. وبعد ما هوهو
هنلهفها. نلهف المعزة؟ وبشرفك انت ما هدفع غير درهمين اتنين. بس دي تساوي اكتر يا كمون اخويا. ما هي دي الشطارة يا ابو دراع. بس هوهو انت وسيب الباقي على اخوك كمون. يا غص يا شيخ تجار بغداد، قرب قرب، تعالى ورينا بضاعتك الغالية. اوي اوي اوي. ايه اللي معاك ده يا غص؟ معزة، معزة ولادة جلابة ومعروضة ايه للبيع. الا فين المعزة دي؟ اهي. بتضحك ليه؟ هي دي معزة برضو بتستهبل علينا يا غص. بص بعينك وشوف. دي كلبة يا ابني، ما تفوق لروحك وبص. كلبة؟ كلبة ازاي؟ الله الله، مين اللي بيهوهو؟ اللي في ايدك كلبة يا غص. ساحب كلبة وعاوز تضحك على الناس وتبيعها على انها معزة؟ كلبة؟ كلبة ازاي؟ فيه كلبة بقرون؟ دي وحمة يا ابني وحمة. سامع؟ فيه معزة في الدنيا بتهوهو؟ لا. تبيع الكلبة التعبانة دي بكام؟ الله العظيم، ثلاثة ابويا قال لي انها معزة. المعزة بتمقمق ولا بتهوهو يا غص؟ ها؟ بتمقمق. طيب اسغدها كده اهو. شوف اديها هوهوت، تبقى ايه؟ كلبة. حلو، تبيع الكلبة دي بقى بكام يا شهبندر التجار؟ بتقول ايه يا سبع البرومبة؟ ما جابتش غير درهمين يما. مين دي يا اخويا اللي ما جابتش غير درهمين؟ الكلبة. ولا انتوا فاكرين يعني عبيط وحصدق انها معزة؟ انهي كلبة؟ الكلبة اللي ابويا عطاها لي عشان ابيعها. كلبة؟ دي معزة يا شملول. مين يا ولا اللي قالك عليها انها كلبة؟ الجماعة في السوق كلهم قالوا لي دي كلبة، وانا سمعتها بوداني وهي بتهوهو. انت يا جوحة قوم يا اخويا قوم، قامت عليك حيطة وشوف خلفك المهبب. قوم. اخرس ساكت، اخرس. المعزة اللي حليتنا اسلمها لك تشقلبها كلبة ازاي؟ ما انا قلت لهم حلفولي يابا. وصدقتهم؟ سمعتها يابا، سمعتها وهي بتهوهو يابا. تهوهو؟ وقرونها اللي زي قرون الشمس ما شفتهاش؟ قلت لهم. وقالوا لك ايه؟ قالوا لي دي مش قرون، دي وحمة. يا ريتها اتوحمت على فار جربان، كان احسن لي من خلفيتك اللي جايباني ورا دي. لا اوعى تغلط. طيب يا خويا اوصفهم لي. اوصف لك مين يابا؟ اللي لهفوا منك المعزه وهوهولك وصدقت انها كلبه. اتنين زي الشحوطه، واحد بدراع واحده والتاني برجل ونص يابا. ودول صادوك فين؟ بالسوق يابا، بالسوق. طب ناديلي على الكلب من بره. ايه هتعمل ايه بالكلب يابا؟ هديه هو كمان على انه بقره؟ ناديلي على الكلب من بره وقدامي على السوق يا فالح، واللي اقول لك عليه اعمله. ناديلي على امك. طيب. طلعوا الاثنين على السوق ساحبين وراهم كلب، مدندشينه بالقصب وملبسينه حرام. قعدوا على القهوة اللي في السوق وقعدوا وسطيهم الكلب. سقف جحة وطلب اتنين شاي وواحد مظبوط. الطلبات. هات الشاي قدامي. والشاي التاني قدام الواد الغص. والقهوة قدام عنتر. نعم يا اخويا. وفين عنتر ده؟ الكلب جايبها فنجان ولا كوباية؟ كوباية. هات له فنجان وما تعكرش مزاجه. وادي الفنجان. صب القهوه بقى وقربها من عنتر. بطلوده واسمعوده. يلا يا عنتر اشرب قهوتك كده بقى ومخمخ عشان تفهمني ايه اللي حصل امبارح بالظبط.
يلا. ايه مالك مش عايز تشرب قهوتك ليه؟ في كلب في الدنيا بيشرب قهوة والمظبوطة؟ وريني القهوة دي يا واد يا غصن. الله، القهوة دي زيادة عشان كده مرضاش يشربها. انت بتخمنا ولا ايه؟ مش عيب، ادي قهوتك اهي يا سيد. يلا بينا. حاسبه يا واد يا غصن. انا معيش فلوس يا ابا. حاسبه انت؟ سبت الفلوس في البيت. حلوة قوي، متقنطرين انتوا الجوز وما معكوش حق القهوة والشاي. علي النعمة من عتق. من فضلك من فضلك، فلوسك هتوصلك حالا. عنتر تعالى لما وشوشك روح البيت هات الفلوس، ما تجيبش كتير، دينار واحد كفاية. عارف مكان الصندوق اللي فيه 2000 دينار؟ ايوة. طيب افتح الصندوق وهات دينار واحد وارجع بسرعة. اجري عنتر اجري. سامع يا ابو دراع؟ سامع يا كمون. الجوع عنده صندوق فيه 2000 دينار. وقال الكلب عارف السك وحيروح يفتح الصندوق. لا وايه؟ بيقول له اشرب قهوتك ومخمخ عشان تحكي لي اللي حصل امبارح. مش بقول لك عقله خاف؟ هو خاف بعقل. ادينا قاعدين نتفرج. الله، بص الكلب رجع. الله 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 الله، ايه ده ماسك في بقه دينار بصحيح. يا خبر، زي وشك يا جحا. ايه الحكاية؟ لا دي حكاية سرها باتع. صحيح اللي انا شايفه ده؟ لا ده سر ولازم اعرفه. بينا. اديني عملت اللي قلت عليه. اول ما جاني عنتر لقمت الدينار، وعنتر وصل لي الدينار بالتمام والكمال. ووديت الدينار اللي كنت شايله تحت البلاطه فين؟ دفعت منه حق القهوه والشاي وعطيت الواد القهوجي الباقي. نعم يا اخويا. صبرك بالله. وهو بعد اللي حصل ده لسه عندي صبر؟ الجوز حراميه جايين ورايا، واسمعيني كويس. سمعت الرعد في ودانك ياللي حرمتني من تحويشة العمر روح. صبرك بالله واسمعيني. قول يا ابو الكلام مايل قول. هعزمهم على العشاء. مين دول؟ الجوز حرامية اللي لها في المعزة من الواد غصن على انها كلبة كمان. لا ده انت مش هتجيبها البار. استني بس استني، يطلع لك الكلب اول مرة تعلقي له العيش والغموس في رقبته. وايه كمان؟ يطلع لك الكلب تاني مرة تعلقي له الشاي والسكر. يطلع لك التالتة. التالتة حطبق في زمارة رقبتك. التالتة تبتة يا ام الغصن. وحندخل عنده بانهي وش؟ امال نسيب الكلب المعجزة ده يا ابو دراع؟ انت ناسي ان احنا ضحكين على ابنه؟ بسيطة، نغير شكلنا ونعمل نفسنا جايين من طرف الامير. والامير حيبعت لجحا ليه؟ يشتري منه الكلب عنتر. ويشتري ليه؟ عشان كلب معجزة. ثم انت ناسي ان عنتر يعرف مكان الصندوق. انهي صندوق؟ الصندوق اللي قال عليه جحا واللي فيه 2000 دينار. والله نشتري الكلب يدلنا على الصندوق، وبعدين ناخده القصر الامير، حيشوفوا معجزة المعجزات يشتريه مننا ويدفع لنا فيه الألوفات. بس أنا قلبي مش مطمن. كل اللي شفته من الكلب ولسه مش مطمن. بينا. مين؟ السيد جحا موجود؟ مين اللي عاوز؟ يا خبر، الواد هيفقسنا. اجمد انت يا اخويا، منك له. هقول له مين؟ قول له بدر الزمان وقمر المكان رسل مولانا الامير عدنان. رسل مولانا الامير عندنا؟ يا مرحبا يا مرحبا. اتفضلوا. اهم دستور يا ساتر. اتفضلوا جوه في المجلس، ابويا اصله مشغول حبتين، دقيقة واحدة استأذنه. وبعدين
ويعني معرفش اتكلم مع عنطر كلمتين في السر. أبا ديهم عاوزينك. قلت لك 100 مرة لما اكون قاعد في خلوة انا وعنطر ما تقطعش حبل افكارنا. دول جايين من طرف الامير عدنان. مولاي يا امير البلاد هاتهم يا ولد. اتفضلوا. يلا يا عنطر روح انت بقى شوف شغلك. معلش يا عنطر هنأجل المناقشة لحد الضيوف ما يمشوا. يلا يا عنطر يلا. يا اهلا وسهلا بضيوفنا ورسل مولانا الامير. اتفضلوا. يا ساتر دستور يا اللي هنا. خير ان شاء الله. حد اشتكاني ولا حاجة؟ ابدا بس مولانا بعتنا. وليه عندك طلب؟ طلب مولانا على العين والراس. مولانا الامير عنده كلبة عزيزة عليه اسمها فلة. عاشت الاسامي وتتربى ان شاء الله في عزه. قامت من النوم تصرخ وتنادي وتقول عنطر عنطر. بحب عنطر. بموت في عنطر. القلب له واحد وهو عنطر. ما الحب الا للحبيب الاولي وهو عنطر. لا حول ولا قوة الا بالله. قطعت قلبي. طلعوا العسكر يدوروا على اي كلب يكون اسمه عنطر. دلونا ولاد الحلال على بيتك. ايوه بس انا ما استغناش عن عنطر. عنطر ده حبيبي واللي طلعت بيه من الدنيا. ويخلصك فلة تنتحر. يخلصك فلة تموت مقهورة وهي من صباحية ربنا على صرخة واحدة. عنطر. ودي شافته فين المسكينة؟ يبدو انها لمحته معدي من تحت الشرفة. لهب بيها الهوى باتت تحلم بيه. لا حول الله يا رب. امركم وامر الامير على العين والراس. بس تتعشوا. وكمان عشاء يا سيدي. اجعل بيت المحسنين عمار. يا عنطر قرب ودانك. انزل افتح صندوق الدنانير وخد دينار اشتري لنا بيه عيش وغموس. بس هات العيش قابب وحياة والدك يا عنطر. يلا. يا اهلا بالسادة الكرام رسل مولانا امير البلاد. اهلا بيك يا عم جحا. والله ده انتوا ناس ظراف ولطاف وكلامكم مسلي. تعال يا عنطر تعال. واقف بره الباب ليه؟ تعال. ها جبت العيش قابب زي ما قلت لك. عفارم عليك. شايف الكلب سمع الكلام ونزل جاب العشا ازاي؟ اما حته كلب ده احنا هنكسب فيه مكسب. الله اتفضلوا. مد ايدك يا سيد بدر الزمان. وانت يا سيد قمر المكان اتفضلوا. قرب يا عنطر قرب. هات ودنك. هات شاي وسكر بس خليه يديلك باكو شاي ماركة النملة بسرعة يا عنطر. يلا ده ايه الهنا اللي احنا فيه ده؟ شفتوا بقى اني ما استغناش عنه ازاي؟ واوامر مولانا يا عم جوحة نعمل فيها ايه؟ والله اذا كان حيدفع ثمنه ما فيش مانع. مولانا بيعرض عليك 5 دنانير. يا نهار ابيض 5 دنانير على كلب متربي ومسليني. كفايه انه بيجيب لي اخبار الدنيا وما فيها وعارف اسراري ومالي ومحتالي. 10 دنانير ومش هنزود. يا عنطر قرب وتعالى لما وشوشك. خد دينار وهات لنا كيس فاكهه بس نقي البرتقال ما تجيبوش مزن. 50 دينار. ايه رأيك؟ والله انا عشان خاطر عيون فلة والامير ابيع عنطر بال50. يلا وهي بيعها بالخسارة. اما انت يا بلايين بشك. وادي يا ستي 50 دينار ولا تزعلي على المعزة. وقال ايه؟ عاملين لي وزرة ولاد الابلسة. على الله بس يا غصن تكون اتعلمت من ابوه. تصبح تعلم في المتبلم يصبح ناسي. لازم هم يا بابا. سيبني انا افتح لهم. سيبني
رسل مولانا الأمير عدنان. يا خبر، ايه مالكم كده برضو تهزقنا واتبهدلنا؟ ليه كفل الشر؟ اوشوش الكلب يعضني وياكل دراعي التانية. اقول له هات لنا العشاء يخربشني ويعور التانية. شايف هدومي، شايف سروالي. تعيشوا وتاخدوا غيرها. بقول لك ايه، الامير بيقول لك خد كلبك وهات ال50 دينار. هو في كلب بيشتري الشاي والسكر وهو في معزه بتهوهو؟ هات المقشه من عندك يا ام الغص. توتا توتا هي اللي معانا جمعنا صحبة جميلة، رح نتقابل المرة الجاية وتجمعنا صحبة جميلة. الحواديت لسه حكحلو، الحواديت لسه حكحلو، بس ان شاء الله اللي تابعنا ما تقولش عليها الفلتوتة، بس ان شاء الله اللي تابعنا ما تقولش عليها الفلتوتة. ايوه خلاص الفلتوتة. لقاؤنا الاسبوع القادم. احمد عبد الفضيل، خالد منيب. أيوة خلاص الحدود.